سباق خيري إذن. حسناً، أنا سأشارك. وأنا أيضاً، ما هي مسافة السباق؟ سوف نبدأ من منتزه الأصدقاء ونركض في أرجاء المدينة وننتهي عند دار البلدية. أنا سأفوز حتماً، لأنني كما تعرفون عدت امبارح. هذا ليس تنافساً يا جزر، بل هو سباق خيري. الفائزون هم من سنجمع المال لأجلهم. هيا بنا لجمع المزيد من التواقيع. ليس تنافساً، ولم جمع التواقيع؟ هؤلاء الأصدقاء يحضرون لإقامة سباق خيري. رائع، سباق خيري إذن. شاركت مرة في أحد السباقات الخيرية. في الواقع لا، لم يكن خيرياً، بل كان سباقاً أو مهلاً، لماذا لا تقومين بعمل شيء خيري؟ تعلم، أعتقد أنها فكرة ممتازة. صحيح، أحسنت يا دهشان، ولكن ماذا؟ أقصد، بما أن الأطفال سيقيمون السباق، ربما أستطيع الوثب. حسناً، ماذا لو قمت يا درة بصمت خيري؟ نعم، هل تقدرين على ذلك يوماً كاملاً؟ بالتأكيد أستطيع ذلك. جميل أن يشارك الجميع في هذا العمل الخيري. أعلم ذلك، وبذلك لن يتبقى لدي نقود لنفقات اليوم التالي. لذلك يا درة، لن أدفع لك شيئاً حتى أتأكد من أنك حافظت على صمتك طوال اليوم. هذا سهل للغاية، كن مطمئناً. يعتقد الجميع أنني أثرثر كثيراً ولا أتوقف عن الكلام أبداً. أنا أرى أنهم يبالغون قليلاً، أليس كذلك؟ لن تستطيع الصمت. درة، تبقى صامتة يوماً كاملاً؟ ربما، لأنه عمل خيري. حسناً، لنبدأ. دورة واحدة حول مدينة الأصدقاء والعودة إلى دار البلدية. مستعدون؟ نعم، وأنا سأكون الأول، لأنني الأسرع في المدينة، الأسرع في البلاد، بل في العالم أجمع. جزر، تذكر، ليس سباقاً. حقاً؟ حسناً. مستعدون؟ استعداد، انطلاق. لا تقلقوا، فقد أغلقنا مسار السباق أمام حركة المرور. هل بدأت عملك الخيرية بالبقاء صامتة يا درة؟ سنجمع مالاً أكثر منك، لأنني محترف في الأعمال الخيرية. جزر، هل أنت بخير؟ ربما من الأفضل أن نستدعي لينا وبنان. لا، هيا تابعة، اتركاني هنا، سأكون على ما يرام. ولكن يا جزر، لقد تأذيت. استمرا، تابعة الركض من أجل العمل الخيري ومن أجلي. حقا يا درة، أنت ستسعفين؟ إنني أتألم كثيرا. هل تأذى أحد في السباق؟ جزر؟ هيا لنذهب. أنت تبلين جيداً في صمتك الخيري يا درة. إنها ليست سيئة يا جزر. بل سيئة، وتؤلمني كثيراً. إنه مجرد التواء، هيا الآن جرب الوقوف عليها. هذا سيء جداً، لن أتمكن من إنهاء السباق، قد لا أتمكن من الركض مجدداً في حياتي أبداً. لا عليك يا جزر، ستتعافى في يوم أو أكثر، أعدك بذلك. لكن ماذا عن مشاركتي في السباق الخيري؟ أهلاً درة، أشكرك. أنت تبدين هادئة كثيراً اليوم يا درة. صحيح، كدت أنسى أنك في صمتك الخيري الآن. حسناً، حظ موفقاً يا درة. نعم، نعم. من؟ ربما كان اتصالاً على سبيل المزاح، فهذا يحدث كثيراً مؤخراً. ما أغرب الناس. ما
هاتفك يرن يا دهشان. إنه ذلك المتصل مرة أخرى. دهشان يتكلم. نعم نعم. اسمع، لا وقت لدي لهذا المزاح. من الأفضل أن نسرع. راجي، منى وجزر على وشك الوصول، وأود أن أكون هناك عندما يصلون. صحيح، يجب ألا يفوتنا ذلك. ما الذي حدث يا درة؟ أنا عرفت، لعبة التمثيل الصامت. شيء عالي وكبير. أهي خزانة كبيرة؟ إنه أهو فيلم؟ كتاب؟ كم عدد الكلمات؟ فقط كلمتان؟ أكثر من كلمتين؟ اثبتي على رأي محدد. حريق! لم يحي تمثيلك بالحريق أبداً يا درة، ظننت أنها ستكون. لا، أقصد أن هناك حريق كبير، يتصاعد الدخان من إحدى المداخن، ولا أعرف إن كان يوجد أحد في الداخل، فلم يفتح أحد الباب، وقد ركضت كل هذه المسافة ليخبركم، يوجد حريق، وقد خزرت صمتي الخيري. قلت حريق؟ نعم. هيا أيها الفريق، اتبعوني. شكرا يا درة، أنت منقذة حقا. هذا كاف يا فلفلة، أحسنتم عملا. نعم، والفضل يعود لك يا درة. ولكن إلى أين ذهبت؟ هم قادمون. رائع، هنيئا لكما. مهلا راجي، أين هو جزر؟ لقد تعثر ولوى كاحلة، لكن درة ذهبت لإحضار مسعفة، لابد أنهم حلوا المشكلة. أجل، لكن لم نحلها بطريقتنا. انظروا جميعا إلي، لقد أنهيت السباق. لا، لقد أنهاه بنان ولينا عوضا عنك. كنت واثقا من انك لن تبقي صامته ليوم كامل. لا، كنت اقوم بعمل جيد، لكن المؤسسه الخيريه لن تحصل على ما وعدتها به. لقد ابليت بلاء حسنا يا دره. لولا دره لما استطعنا ايقاف كارثه الحريق ابدا. هذا صحيح، شكرا لك يا دره. للاسف خسرت سباق الصمت الخيري. لو لم تتوقف دره عن صمتها ما استطعنا معرفه مكان الحريق وانقاذه. معك حق، أنا لدي حل، لما لا نعطي درة المساهمة الخيرية على أي حال؟ وهكذا سيكون الجميع سعداء. أجل، هيا يا ساهر، يجب ألا تكون متذمراً. أحسنت صنعاً يا صديقتي، فلنهنئ درة جميعاً. شكراً لكم، شكراً لكم جميعاً. أيضاً اسمحوا لي أن أنتهز الفرصة لأعبر عن سعادتي بكم وأشكر جميع الأصدقاء في مدينة الأصدقاء. هذا أكيد، ولكن إن كنت تريدين الفوز بالمال حقاً عليك أن تستمري بالصمت الخيري لباقي اليوم. فكرة مدهشة يا دهشان، بهذه الطريقة أكون قد كسبت المال بطريقة عادلة، بالإضافة إلى مساعدتنا على إطفاء الحريق. كم كنت أحب السيرك عندما كنت صغيرة. أنا ما زلت أحبه، كنا أنا ودحروج نقدم عروضا بهلوانية رائعة، كنا نقفز فوق الحواجز النارية. كانت الأرجحة البهلوانية رائعة، يمكننا القيام بها، سأصبح البهلوانية الأفضل في العالم. يبدو أن جزر سينضم إلى السيرك معك يا ساهر. ما الذي تقوله؟ جزر ما زال صغيراً، أما أنا ودحروش فقد أصبحت لدينا خبرة. لقد أحب المهرجين كثيراً، وخاصة عندما تحطمت مركبتهم وأصبحت قطعاً. ألم تكن صغيرة الفيل لطيفة حقاً؟ أجل، وخاصة عندما كانت توازن الكرسي على أنفها. إنه يسمى الخرطوم. لا، أنا متأكد من أنه كان كرسياً. لا.
يعلم بينان شيئا عن هذه الحفلة؟ آمل ذلك، إنها مفاجأة له. هيا بنا لنذهب ونحضر الطعام، أعتقد أنه أصبح جاهزا. لينا، إلى أين تذهبان؟ لقد وقع حادث بسيط. انتظرا ريثما أحضر حقيبتي الطبية. لا عليك، سنعالج الأمر وحدنا. صحيح، ابقى هنا في حال جاءنا اتصال آخر. نراك لاحقا. تتصرفان بغرابة. هل أخبرتهم بأننا في حاجة اليوم إلى وجبات الحفلة؟ أجل، آمل ألا يكونوا قد نسوا. لينا، مسعفة، طاب يومكما. نحن آسفون على التأخير، لقد كنا في السير. لقد كان مذهلا. صحيح، المهرجون والبهلوانيون قدموا عروضا رائعة جدا. أحتاج إلى اسم يجب أن يكون مناسبا لبهلواني. المحترف جزرة. رائع. هذا كل شيء؟ نعم، أعتقد هذا الكعكات والشطائر والحلوى، هناك ما يكفي الجميع. نراكم في الحفلة إذن. نعم. سأوصل بقية الرسائل وبعدها أنتهي. مرحبا درة، ما رأيك في هذا؟ مقدم العروض البهلوانية. حذر يا جزار. جزار، هل أنت على ما يرام؟ نعم، أنا بخير. في الواقع لست بخير. مرحبا مسعفة، هل سار كل شيء جيدا؟ أجل، كل شيء كان جيدا. مجرد كعكة ملتوية، أقصد شطيرة، أقصد كاحلا. أجل، سيتعافى في وقت قصير. من هو؟ الشخص الذي لوى كعكته. كعكة؟ لا لا لا، ليست الكعكة، لا يوجد كعك أبدا. أعتقد أنه لم ينتبه. انتهيت، كل شيء جاهز، علينا إيصالها إلى المحطة دون أن يرانا بنا. لدينا حالة طارئة، لقد أذى جزر نفسه. هيا بنا، علينا الذهاب حالا. ما هذا؟ ما الذي تفعله فلفلة هناك؟ كان يتأرجح بطريقة مخيفة، ثم أفلت الحبل من يديه وطار، ثم سقط بين الشجيرات. لقد أصبت بالذعر لأنني لم أرى حادثا كهذا من قبل. لا تقلقي، إصابته ليست خطيرة. أظن أنه من الأفضل لك يا جزر أن تترك أداء هذه الحركات للمحترفين. أنت محق، آسف يا بنا. لنذهب يا جزر، سأخذك إلى المنزل. مرحبا يا فلفلة، ظننت أنك كنت في مركز الإسعاف. لا، كنت في مهمة مع شرارة. نعم، إنني أرى ذلك الآن. أسرعي يا لينا قبل أن يخرج بنان ثانية. يا إلهي، ما الأمر يا لينا؟ أحدهم أكل من الطعام، اختفت نصف الكمية. لينا، ما الذي يحدث؟ لا 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 شيء. حسنا، كنا على وشك إقامة حفلة مفاجئة لك. كنت متأكدا من أنكما تتصرفان بغرابة. لا أعتقد أننا نستطيع أن نحتفل الآن، فقد أكل أحدهم نصف كمية الطعام. يا إلهي. فلفلة، هل ستخبرينهم أنت أم أنا؟ أخبرهم بماذا؟ لقد رأيتك قبل قليل تفتحين العلب وتأكلين بعض الطعام. أنا؟ لا، لم أفعل ذلك أبداً. من الأفضل لك أن تنتظري حتى يعود نبهان وفريقه يا فلفلة. لكن يمكنني أن أشرح لكم. لا أستطيع ذلك. في هذه الأثناء سنذهب كي نحضر المزيد من الطعام. بصدق يا بنان، لم أسرق أي شيء. آسف يا فلفلة، لكنني رأيتك. Oh,
قلتم فلفلة؟ هكذا إذن، إنها في مأزق حقيقي. يجب عليك أن تصلح صفارتك يا دحروج. يوم ميلاد سعيد يا بنان. لا أعتقد أنه يوم سعيد تماماً، لأن فلفلة سرقت طعام الحفلة. فلفلة؟ لكن أين هي؟ لقد هربت يا ساهر، ابحث عنها حتى تجدها ومن ثم اعتقلها. أعتقلها أنا؟ حسناً، لكن هذه. يا دحروج. كيف يظنون أنني فعلت ذلك؟ أنا لم أسرق أي شيء في حياتي كلها. توقفي أيتها السارقة. هيا يا دحروج. أمسكتك يا فلفلة. أنا لست الفاعلة يا ساهر، صدقني أنا لم أسرق أي شيء. انظر، انظر خلفك يا ساهر. لا يمكنك خداعي بهذه الحيلة القديمة. فلفلة؟ ولكن أنت فلفلتي. مرحبا يا ساهر، أحضرنا المزيد من الطعام من أجل الحفلة. مرحبا أيتها الفيلة، ما الذي تفعلينه هنا؟ ألا يجب أن تكوني في السيرك؟ قلت السيرك؟ أجل، لقد ذهبنا في صباح هذا اليوم إلى السيرك. وهذه الفيلة قامت ببعض الخدع الرائعة. أعتقد أنها كانت تقوم ببعض الألعاب خارج السيرك أيضا، بعض الألعاب في إخفاء الطعام. من ساهر إلى شهاب، ما رأيك في أن نذهب إلى السيرك معا؟ هي عادت إلى السيرك مرة أخرى، ولكن آمل أن يكون لديهم طعام لهذه الفيلة الجائعة. يوم ميلاد سعيد يا بنان. شكرا لكم، شكرا لكم جميعا، لكن هذه الحفلة ليست لي وحدي، بل هي حفلة اعتذار من فلفلة أيضا. نحن نعتذر منكم. شكرا لك. أعتذر منكم جميعاً، ولكن لدينا حالة طارئة، كان جزر يحاول المشي على الحبل فوقعت مشكلة كبيرة. يا لهذا السيرك، لقد سبب لنا الكثير من المتاعب. استمتعوا بوقتكم، سوف نعود قريباً. حتى نلقى يا جزر. انتبه، أين تضع الصابون؟ آسف يا شهاب. جزر، احذر، لقد ملأ الصابون أنبوب عادمي. آسف يا شهاب. ما الذي يجري هنا يا شهاب؟ يحاول جزر كسب مصروفه، لذا طلب منه نبهان أن يغسلني. مرحبا يا ساهر، عندما أنتهي من غسل شهاب سأغسل دحروج. ولكن سأجعله لامعا للغاية، وسيصبح الدراجة الأفضل في قسم الشرطة. ولكنه الدراجة الوحيدة في قسم الشرطة، كما أنني لم أنس ما فعلته عندما استعرته وأخذته في جولة. أما هذه المرة فسأخذه معي إلى المغسل لأغسله. ساهر، هل سجلت الملاحظات التي طلبتها منك عن قضية اختفاء السمكة؟ نعم يا نبهان، أقصد أنني لم سأقوم بذلك الآن. هاي. What?
مرحبا شهاب، كيف حالك؟ اهلا اهلا درة. مرحبا درة. هل انتما في مهمة ما؟ اعتقد انكما تحاولان القاء القبض على بعض اللصوص بالقرب من هنا. انا احسدكما على ذلك، انه عمل رائع جدا. اعتقد ان عمل ساعي البريد عمل رائع ايضا، اليس كذلك؟ اجل اجل صحيح. أتذكر عندما علقت حقيبة بريدي في أحد الأيام بباب الدوار الخاص بالفندق. أجل أجل، كان ذلك مضحكا، وتبعثرت الرسائل في كل مكان. علينا الذهاب الآن. يجب علي الذهاب الآن، لقد أخرتني كثيرا عن جولتي أيها الثرثار. لو ترك الأمر لك لثرثرت طوال النهار، أليس كذلك؟ أنا؟ أفهمت شيئا مما قالت؟ لا أبدا. هاي، من هناك؟ من هناك؟ لست مرتاحة لهذا الصوت. شرارة، لقد ظننت أن تنظيفك هو وظيفتي أنا فقط. وأنا ظننت ذلك أيضا، ولكن دهشان طلب من جزر أن يقوم بهذا العمل الممل. دهشان قال عملا مملا؟ لا، أنا قلت ذلك لأن جزر ليس جيدا مثلك. مرحبا، طاب يومكما. أهلا درة. لدي بعض الأخبار الغريبة لكما. يا إلهي، يوجد شيء غريب جدا قرب منتزه الأصدقاء، وقد سمعته أثناء قيامي بتوصيل الرسائل. كان يصدر صوتا غريبا فعلا. تعرفان بأنني أقلد الأصوات جيدا. ما هذه الضجة؟ هذا ما سمعته درة قرب منتزه الأصدقاء. صحيح، قبل أن أنسى، لدي بعض الرسائل لك يا دهشان. جزر، إلى أين أنت ذاهب؟ قالت قرب المنتزه. لابد أنها كانت تتخيل أو تختلق تلك القصة، فأنا لا أسمع. ماذا؟ قد يكون ديناصورا. يا إلهي، ما هذا؟ لقد كان ضخما ويزيد ارتفاعه عن 70 مترا، وأسنانه بارزة ويفعل هكذا. قد يجتاح المدينة بأكملها ويهدم المباني، سيحطم السيارات، سيدمر كل شيء في طريقه. مخيف، لن نكون في مأمن منه. أخبرني بصراحة، هل رأيت ذلك الوحش حقا يا جزر؟ نعم، إنه يشبه حسنا، أنا لم أره في الواقع، ولكنني سمعت صوته. كان متوحشا ومرعبا ومخيفا. هدئ من روعك يا جزر، أظن أن هذا من وحي مخيلتك لا أكثر. لا صدقني، لقد سمعته، صدقني أنا لا أكذب. إذن علينا أن نلقي نظرة على ذلك. ساهر، توجه إلى المتنزه وألقي نظرة. سأذهب حالا، هيا يا دحروج. كما توقعت. ما الذي حدث لدحروج؟ جزر قام بغسله. أجل. كما توقعت تماما، لا يوجد شيء هنا أبدا. لقد كان جزر محقا. من ساهر إلى المركز، من ساهر إلى المركز. جزر كان محقا، هنالك شيء غريب يحدث هنا. أرسل التعزيزات حالا. ساهر، جزر لم يختلق شيئا، يوجد شيء غريب فعلا في هذا المكان. أين؟ في الحقيقة أنا لم أتمكن من رؤيته، ولكن إنه همام. لا أماني، ليس همام، إنه همام في مكان ما هنا. وجدته، إنه هنا. ولكن كيف وصل إلى هنا؟ نادر، فلفلة، شرارة، لدينا حالة طارئة، لقد علق همام في فتحة الصرف قرب منتزه الأصدقاء. انتظر قليلا يا همام، سنخرجك في لحظات. ولكن كيف؟ نبهان، لدي فكرة، لنحضر حفار ليحفر لنا الطريق. فكرة جيدة.
حسناً يا همام، ابتعد قليلاً. أرجوك كن حذراً. أنا أبذل جهدي. أعتقد أن باستطاعتي الوصول إليه الآن. حسناً يا شرارة. حسناً يا نادر، حافظ على ثباتك أثناء نزولك. حظاً موفقاً يا نادر. لقد أمسكت به. اسحبني إلى الأعلى يا شرارة. همام. همام. أحسنت صنعاً يا نادر، وأنت أيضاً يا شرارة. كان ضخماً وتغطيه الحراشف، لم أرى شيئاً كهذا من قبل. من المؤكد أن ساهر وشهاب وأماني سيعالجون الأمر، ربما سيحاولون تهدئته قبل أن يرموا عليه الشبكة، ومن ثم سيأخذونه إلى مكان بعيد لا يستطيع إلحاق الضرر بأحد. مرحباً يا شهاب، هل أمسكتم بالوحش؟ أجل، أمسكنا به. هذا هو وحشك يا جزر. ماذا؟ أين؟ هنا. ماذا؟ حسناً، لا يمكنني التحدث إليكم الآن، فعلي غسل سيارة الإسعاف. صباح الخير يا بنان. مرحباً لينا، وداعاً يا أبي، استمتع بيومك. شكراً، كنت أنوي أن أصلح السياج اليوم. إلى اللقاء. انتهي. حسناً، استعد لتجربة صفارة الإنذار. سأتمكن من إصلاحها في أحد الأيام. كيف حالك اليوم يا فارعة؟ حسناً، مسعفة في طريقها إلى المستشفى، والدرة توصل البريد، لذا فهو يوم عادي وهذا جيد فعلاً، مع أنه إجازة نبهان. هاي، مهلاً، أعتقد أننا قادرون على إدارة المكان ليوم واحد من دون نبهان. ها قد جاء كل من راجي ومنى وجزر. هاي، احذر يا جزر، وفر حركاتك البهلوانية حتى نصل إلى الغابة. هذا مستحيل. جزر احذر. من الممتع أن نجلس في منتصف الطريق. هل أنت بخير يا جزر؟ أجل، أنا لم أصب بأذى. قلت لك كن حذراً. أنا كنت حذراً. هذا صحيح، يجب أن أتذكر تشغيل الأضواء في المستقبل. يجب علي ألا أفقد هذا، إنه لنبهان. ولكن إلى أين أنتم ذاهبون اليوم؟ إلى غابة الأصدقاء. انتبهوا إلى الطريق إذن. انتبه يا جزر. جزر، هذا مرتفع جدا. ليس مرتفعا. جزر. جزر، ركبتي. لا تتحرك يا جزر. لا أستطيع، لا يمكنني الوقوف عليها. سأطلب مساعدة بنان ولينا. آمل أن ترانا فارعة. هل تسمعينني يا لينا؟ أسمعك يا فارعة، ماذا هناك؟ أنت مطلوبة في غابة الأصدقاء، يبدو أن صديقنا جزر قد تعرض لحادث. سنذهب حالا. ما الأمر يا مسعفة؟ أظن أن إحدى عجلاتي قد ثقبت. يا إلهي، آسفة يا لينا، أطلب المساعدة من شهاب. فكرة رائعة، أطلب المساعدة. حسناً يا لينا، سنأتي بعد لحظات. حاول الوقوف مجدداً. لابد أنك تمزح، إن قدمي تؤلمني كثيراً، لابد أن شيئاً قد انكسر فيها. لقد حطمت الرقم القياسي بإثارة المتاعب. إنها تؤلمني حقاً. هل أتت المساعدة يا منى؟ ليس بعد، لكن فارعة تواصل النظر إلى هنا، أعتقد أنها رأتنا. قد جاء. أهلاً
شهاب. هيا اصعد. شكرا لك يا أماني. لا داعي للشكر إلى غابة الأصدقاء. هذا صحيح، جزر آذى نفسه. هذه ليست المرة الأولى. يا إلهي، ما الأمر؟ ثقبت عجلتي أيضا. أنا لا أصدق هذا، كيف سنصل إليهم الآن؟ فارعة معك أماني، نواجه مشكلة. أماني، لقد تكلمت مع فارع، شرارة في طريقه ليأخذ بنان ويتوجهان إلى غابة الأصدقاء. شكرا فارعة. تعرضت عجلتان للثقب في المكان نفسه، ما السبب يا ترى؟ هذا من اختصاصك يا ساهر. أعتقد ذلك، أراك لاحقا. يجب أن نصلح صفارتك يا دحروج. ركبتي تؤلمني. أنا لا أظن أن فارع قد رأتنا، صحيح؟ الأفضل أن أعود على الدراجة وأجلب العون. حسناً، وأنا سأبقى هنا مع جزر. نادر، فلفلة. يا إلهي، فقدت العجلة الثالثة، ما الذي يجري في هذا المكان؟ كيف سأصل إلى جزر الآن؟ حسناً، بقي لدينا مركبة واحدة للطوارئ، ومن حسن الحظ أن عجلاتها لا تتعرض للثقب. حسناً، سنصل إليكم بعد لحظات. هيا يا دحروج، لدينا حالة طارئة. المفتاح، أين وضعته؟ ليس الآن. تذكرت، في مكانه المعتاد. يا إلهي، لقد تأخرت الدرة، أحتاج إلى طردي البريدي. انظرا، لقد أخرجت هذه من عجلة مسعفة. إذن هذا المسمار هو الذي ثقب العجلة. مستعد؟ مستعد. شكراً. ساهر، أنا نبهان، قل لي هل رأيت درة؟ لا، لم أرها اليوم يا نبهان. الحقيقة أنني أصلح سياجي، ويفترض بدرة أن تحضر إلي علبة المسامير التي طلبتها بالبريد. حسناً، سوف أبحث عنها عندما أهبط. شكراً لك. أنا رأيت درة اليوم. في الواقع أنا صدمتها اليوم بدراجتي، وعندها تناثرت جميع رسائلها في المكان. أين حدث ذلك؟ هناك، حيث يقف كل من مسعفة وشهاب، وكان بحوزتها طرد لنبهان وسقط منها. صندوق المسامير؟ أعتقد أنني حللت لغز ثقب عجلات السيارات. سأوصلكما أنت وجزر إلى المستشفى، وسأخذ دحروج لنبحث عن درة. مرحبا درة، أيمكنني أن أرى الطرد الخاص بنبهان؟ كيف عرفت أن لدي طردا لنبهان؟ هل تعمل عيناك بالأشعة أم ماذا؟ يا إلهي، انظر، لقد تضرر. توجد داخله مسامير. حقا؟ أنت تتمتع بقدرات خارقة، لكن أين البقية؟ أعتقد أنها سقطت من العلبة. أجل، هذا أحدها، وهذا آخر، وهذا أيضاً. تفضلي. شكراً. شكراً لك، يبدو أن المسامير قد حظيت بمغامرة. لقد عاد بنان. مرحباً يا صغار. لقد حللت اللغز، أوقعت الدرة طرد مساميرك على الطريق، وهي التي سببت ثقب العجلات. أنا أعتذر عن هذا. لم تكن غلطتك يا درة، بل جزر من صدمك بدراجته. ماذا؟ أتقصد أنها غلطتي؟ أجل، إنها غلطتك. أنا آسف، أعدكم بأنني سأكون أكثر حذراً.
أحسنت يا جزر، سنأخذك إلى منزلك الآن. أعتقد أن حذره لن يدوم طويلاً. وداعاً. إلى اللقاء. يبدو أنك أحسنت إدارة الأمور اليوم من دوني يا ساهر، عمل مذهل. شكراً يا نبهان. والآن من سيساعدني على إصلاح السياج؟ أنا سأساعدك. هذا لطف منك، شكراً لك. ما الذي يجري؟ هل ألقيت نظرة يا بنان؟ حسناً يا لينا، سأتفقد دارة الكهربائية في الخلف. هذا غريب يا لينا، لقد كنت أستمع إلى الراديو وبعد لحظة لم أعد أسمع شيئاً. القاطع على ما يرام، مزود الطاقة. يا إلهي، ماذا لدينا هنا؟ أتذكرين؟ لقد حدث معك الشيء نفسه منذ أسبوع يا مسعفة. أمل ألا يكون الأمر سيئاً. انتهيت يا مسعفة، إنها مجرد أسلاك مرتخية، مشكلة الأسبوع الماضي نفسها. شكراً يا بنان. يجب عليك أن تجري فحصاً عاماً يا مسعفة. لماذا؟ بعد أن أصلحني بنان تابعنا مهمتنا العاجلة دون أي مشاكل. صحيح، ولكن تذكري أن جميع سيارات الإسعاف يجب أن تكون في حالة ممتازة دائماً. أتقصدين أنني لم أعد مناسبة لهذا العمل؟ المشكلة لا تقتصر على الأسلاك المرتخية، بل في جهاز اتصالك الداخلي أيضاً. عندما تتوقفين عن العمل لا يمكننا استقبال اتصالات الطوارئ، ما يعني عجزنا عن أداء عملنا كما يجب. هل ستتخلصون مني؟ وستشترون سيارة إسعاف حديثة وذات جهاز لاسلكي أفضل يا لينا؟ بالطبع لا يا مسعفة. لا داعي للقلق يا مسعفة، كل ما تحتاجينه هو فحص شامل سأجريه غدا صباحا. ماذا لو فشلت في اجتياز الفحص؟ سأصبح عاطلة عن العمل ولن أكون مسعفة سيارة الإسعاف بعد الآن. يا إلهي، أنا خائفة. اختفت مسعفة. أتظنين أنها سرقت؟ من الأفضل لنا أن نتصل بنبهان، قد نحتاجه للبحث عنها. يجب أن تعثر على مسعفة. ابحث عن مسعفة سيارة الإسعاف يا دحرج. قل شيئاً يا شهاب. لا أثر لها أبداً. هل رأيت مسعفة يا فلفلة؟ لا، لم أرها. أين يمكن لها أن تذهب؟ مسعفة، هيا أظهري نفسك وكف اختباءً. يا إلهي، لقد أخفت ماني. أنت أيضاً أخفتنا يا جزر. أنا أبحث عن مسعفة. ونحن كذلك، أنت لم تصادفها إذن؟ لا، ولكنني سوف أجدها، ثقوا بي، لأنني أفضل باحث في مدينة الأصدقاء. آمل أن يعثر أحد ما على مسعفة قريباً يا بنان. هل من أثر لمسعفة؟ أين يمكن أن تكون يا فارعة؟ إذا اختبأت هنا فلن أضطر لإجراء ذلك الفحص. لا أريد أن أغادر مدينة الأصدقاء. مسعفة، أنا شرارة، هل تسمعينني؟ من شهاب إلى مسعفة، أين أنت؟ أجيبي يا مسعفة. إذا أخبرتهم أين أنا سوف يعثرون علي، فسأضطر عندها للخضوع لذلك الفحص. إذا اختبأت في هذا المكان لن يعثر علي أي منهم. مسعفة، اتصلي بي حالا. لقد بحثنا في مركز المدينة 3 مرات ولم نجد أثرا لمسعفة. مرحبا،
هل من جديد يا جزر؟ لا، ولكن لا تخشى شيئا، سأعثر على مسعف لأنني أفضل الباحثين في المدينة. مرحبا مرحبا الشرطة، قسم شرطة مدينة الأصدقاء. وأخيرا وقعت إحدى الفتيات وأصيب ظهرها في مدرسة الأصدقاء، كنت أحاول الاتصال بفريق الإسعاف ولكن أحدا لم يجب. لا عليك، سوف نذهب حالا. عذرا، علينا الذهاب إلى المدرسة. يبدو أنها حالة خطرة. إذا كانت إصابة في الظهر فعلى المصابة أن تبقى ممددة. نحتاج إلى نقالة. مسعفة، أنا بنان. لدينا حالة إسعاف طارئة، أنا متأكد من أنك لن تخذلينا. نحن في حاجة ماسة إلى النقالة يا مسعفة. علي أن أستجيب، لا يمكنني البقاء مختبئة هنا في الغابة في الوقت الذي يحتاجني فيه أحد سكان المدينة. من مسعفة إلى بنان، أنا أسمعك بكل وضوح. مسعفة، عرفت أنك لن تخذلينا. هيا يا بنان، أعطني عنوان الحادث بشكل دقيق. عليك التوجه حالا إلى توقف جهاز اتصال مسعفة عن العمل، لم يتح لي الوقت لتزويدها بالعنوان. ماذا سنفعل الآن؟ عليكم أن تفعلوا أفضل ما بوسعكم يا لينا. علي أن أعثر على المريض الذي يحتاج مساعدتي. يا إلهي، ليس لدي أدنى فكرة عن مكان المريض. لينا على حق، أنا في حاجة إلى الفحص، فما هي الفائدة من سيارات الإسعاف من دون جهاز الاتصال الخاص بها؟ علينا أن نسعفها من دون النقالة يا بنان. لكنك أخبرتني بأنه يجب أن لا نحركها من دون النقالة. هذا صحيح، ولكن ما الذي يمكننا أن نفعله من دونها؟ لا أصدق بأن مسعفة قد خذلتنا في الوقت الذي نحتاج فيه إليها. مسعفة، توقفي يا مسعفة. الجميع في مدينة الأصدقاء يبحثون عنك. وأنا أيضا أبحث عن بنان ولينا، لقد أخبراني أن لديهما حالة طارئة، لكنني لا أعرف أين المكان. ها؟ أنا أعرف المكان تماما، لأنني ذكي، أذكى الأذكياء. أين هو يا جزر؟ أخبرني أين. اتبعيني يا مسعفة، فأنا أفضل المرشدين في مدينة الأصدقاء كلها. هيا أرشدني يا جزر، أرجوك بسرعة. لا تقلقي، ستتحسنين بسرعة. أيمكننا تقديم أي مساعدة يا لينا؟ شكرا، ولكنك لن تتمكني من مساعدتنا. لقد وجدت مسعفة، لقد وجدتها، ذكائي هو الذي أحضرها إلى هنا. شكرا لك يا جزر، أنت ذكي حقا. نعم أعرف هذا، فأنا الأفضل دائما. عرفت أنك لن تخذلينا يا مسعفة، هل ساعدتنا في نقلها إلى المستشفى؟ أنت في أيد أمينة، والأفضل في مدينة الأصدقاء. أحسنت صنعا بعودتك يا مسعفة. هذا صحيح، فقد كان من الغباء أن أغادر مدينة الأصدقاء يا نبهان. لا تقلقي، فقد أوشك الفحص أن ينتهي. ماذا لو تبين أن لدي عطلا كبيرا يا لينا؟ سنقوم بإصلاحه، الأمر بسيط. الزيت جيد، المكابح جيدة، ومنسوب المياه جيد، الإطارات ممتازة جدا، والبطارية جديدة. من لينا إلى جميع فريق الإسعاف. نسمعك بوضوح يا لينا. تود مسعف التحدث إليكم. اجتزت الفحص يا أصدقائي. رائع، أحسنت صنعا يا مسعف. كنت تحتاجين فقط إلى بطارية كي يعمل جهاز اتصالك. الصيانة الدورية تساعدك على العمل بشكل جيد لسنوات طويلة. كنت محقة يا لينا، على فريق الإسعاف في مدينة الأصدقاء أن يكون على أتم الاستعداد دائما، وسيارة الإسعاف من دون جهاز الاتصال والصيانة الدورية أيضا. بمثابة لينا من دون سماعة، أو بنان من دون الضماد. أنت محقة يا مسعفة. انظرا إلى هذا المنظر. الجو رائع اليوم. حسنا
همام، سنأخذ استراحة لخمس دقائق. همام انتظر، لن تبتعد كثيرا. همام، يبدو أن همام في حاجة إلى المزيد من التدريب على الطاعة يا أماني. أنت محق بهذا يا نبهان. مرحبا همام. مرحبا همام. مرحبا بكما، ما الذي تفعلانه؟ سنبني أكبر قلعة رملية في العالم يا نبهان. سيكون فيها سور وخندق مائي وبرج عال. انظرا، لدينا راية أيضا. هل استطاعتكما اللعب معنا؟ نحن نود ذلك، لكن لدينا عمل نقوم به. يجب علينا أن نصنع نسخة أخرى لمفتاح الحوامة، المفتاح الوحيد بحوزة ساهر، وتعرفان ما معنى ذلك. ساهر يفقد مفتاح الحوامة دائما. هذا صحيح، سنذهب كي نصنع نسختين احتياطيتين لنتخلص من متاعب فقدان مفتاح الحوامة نهائيا. أماني أرجوك العبي معنا قليلا. أرجوك، خمس دقائق فقط. حسنا، خمس دقائق فقط لا أكثر. اجلس يا همام، اجلس. أحسنت يا همام. سأنتظركما هنا، لا تتأخرا كثيرا. شكرا يا شهاب. كيف يخرج نبهان ومعه مفتاحي الخاص؟ ألا يعلم أنني المسؤول عن الحوامة سراب هنا؟ إذا أردنا بناء القلعة الرملية الأكبر في العالم، فالأجدر بنا أن نبدأ بالحفر الآن. حسناً يا أطفال، سنبدأ العمل. سوف أقوم بصنع برجاً رملياً ضخم لأضعه على أعلى قمة في القلعة. الآن سنزينه بهذه الراية. أحسنتما. شرارة، هل تسمعني؟ شرارة، أسمعك بوضوح. ما موقعك بالتحديد؟ قرب الرصيف في الحاجز البحري. هل نبهان بالقرب منك؟ نبهان ليس هنا حالياً، لكنه سيعود في أي لحظة. أيمكنك أن تخبره بأن دهشان يود استعادة مثقابه؟ نعم، سأخبره بذلك. شكراً يا شهاب، إلى اللقاء. هيا يا نبهان، علينا العودة إلى العمل. يجب ألا ندع شهاب ينتظر أكثر. استمتعا بوقتكما. شكرا يا أماني. شكرا على مساعدتكما في بناء قلعتنا الرملية. وداعا همام. هيا بنا يا دحروج. لا فائدة أبداً من الجلوس والانتظار. سأذهب للعثور على نبهان واستعادة مفتاح الحوامة سراب. أسفاً يا شهاب، لقد أخذنا الوقت في بناء القلعة الرملية. اتصل بي شرارة وأخبرني أن دهشان يريد استعادة مثقابه. يا إلهي، وعدت دهشان بأنني سأعيده إليه هذا الصباح. سنصنع نسخة مفتاح سراب أولاً، وأثناء عودتنا نمر لإعادة المثقاب إلى دهشان. حسناً يا أماني. آمل ألا يغضب مني دهشان لتأخري. أمتأكد من أن شهاب وفريق الشرطة موجودون على الرصيف؟ أخبرني شهاب بأنهم هناك. كانا ذاهبين لصنع نسخة مفاتيح احتياطية. آمل أن نجدهم هناك. لا أريد قضاء اليوم في القيادة عبر مدينة الأصدقاء بحثاً عن مثقابي الكهربائي. وراجي يقومان ببناء قلعة رملية على شاطئ البحر، وأنا سوف أبني قلعة أكبر منها، سأجعلها تصل إلى السماء. أنت لا تستطيع القفز أعلى مني يا جزر. ما هذا؟ هل أنت بخير؟ إنها مفاجأة. لقد طار إلى هنا لإلقاء التحية عليكما. يا إلهي، أين هو؟ أين هو؟ أين؟ هل أضعت شيئاً يا نبهان؟ أجل، مفتاح سراب. أنا متأكد أنني وضعته في جيبي.
لم أعثر عليه في أي جيب يا أماني. أيعقل أنك نسيته على الشاطئ؟ أجل، أعتقد أنني نسيته على الشاطئ عندما كنا نبني القلعة الرملية. نبهان، علينا أن نجده حالاً، فربما يحتاج أحد ما لسراب في حالة طارئة. سنقع في مشكلة كبيرة من دون المفتاح. هذا أمر محزن، لقد كانت قلعة رائعة. لا تحزني من أجلها يا منى، سوف نبني قلعة أخرى وأكبر من تلك القلعة، وسنضع الكثير من الرايات على قمتها، وسنبني سوراً هاي، مفتاح الحوامة سراب. يا إلهي، لا لا أثر لشهاب هنا، ربما أصبح لديهم حالة طارئة. يا إلهي، قد يستمر بنا الحال هكذا طوال اليوم. النجدة! النجدة! نحن هنا! بسرعة يا دهشان، يبدو أنهم في مأزق. توقف يا ساهر، أنا سأجلب المفتاح، أنا أفضل باحث عن المفاتيح في العالم. لا يمكنك السباحة يا جزر. هذا صحيح، ولكن لو كان باستطاعتي السباحة لكنت أفضل سباح في العالم. لا تقم بهذا يا ساهر، البحر هائج جدا. علي أن أستعيد ذلك المفتاح. لا شيء سيمنعني من فعل ذلك. يا إلهي، انظروا ما الذي يفعله ساهر. ساهر! شرارة، ما الذي يفعله فريق الإطفاء هنا؟ يبدو أن راجي ومنى في مأزق، من الأفضل أن تذهب إلى هناك حالاً. مفتاح الحوامة سراب هو مسؤوليتي أنا، لم يكن على نبهان أن يأخذه مني أبداً. ساهر على حق، كان مفتاح الحوامة مع ساهر أكثر أمناً مني. ما الذي تقصده يا نبهان؟ أنا من أضاع المفتاح. أنت لم تضعه يا نبهان، بل وقع منك من غير قصد. ماذا؟ لابد أنه وقع منك على الشاطئ. ثم أتت موجة على الشاطئ وسحبته معها إلى البحر، لأن الموجة كان قوياً اليوم. يا إلهي، وساهر يحاول العثور عليه. لا فائدة من هذا الآن، لابد أن الموجة قد سحبه لأميال بعيداً من هنا. لقد اختفى المفتاح يا فلفلة، لن نعثر عليه أبداً. هذا رائع! رائع! أحسنت يا فلفلة، أحسنت! رائعة! أحسنت سرعاً يا فلفلة! أمسكته! أحسنت صنعاً يا فلفلة. شكراً لك يا شرارة. آسف لأنني نسيت موضوع المثقال. لا عليك يا نبهان، من حسن الحظ أننا تبعناك، صحيح؟ مفتاح الحوامة السراب هو مسؤوليتي أنا فقط. أنت على حق. إذن سأذهب أنا لصنع نسخة احتياطية منه، اتفقنا؟ اتفقنا يا ساهر. أتعلمون لو كنت أستطيع السباحة لكنت أصبحت السباحة الأفضل في العالم كله، وكنت سأتقن جميع السباحات، ولكان باستطاعتي سباحة كهمام، عندها كنا سنسبح بطريقة الكلاب معاً.